أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بألف خير. الفن والسياسة، علاقة الفنانين بالسياسة علاقة مهمة جدا. ينفع يكون فنان اللي هو ضمير الأمة يكون عايش في البلد دي وما يعرفش ظروفها وأحوالها؟ الفنان مفروض يتنبأ باللي جاي من خلال أعماله، إرهاصات، يقولك البلد دي داخلة على ثورة، داخلة على تقدم، ولا الفن بيسجل بعد الأحداث ما بتقع؟ النهاردة أنا بستضيف نموذج لفنانة تبعت الأحداث السياسية في مصر من 25 يناير لحد النهاردة. الفنانة دي هي ذات الشهيرة بنيلي كريم، بطلة مسلسل ذات. عايز أعرف من نيلي كريم علاقتها إيه بالسياسة، وهل الفنان يقدر يكون عايش في بلد وما يكونش بتابع أحواله؟ أتمنى من كل فنانين مصر إنهم يتابعوا أحداث البلد، لأن في كتير جدا من المصريين ملايين بيتأثروا بآراء الفنان السياسي. فتخيلوا بقى حضرات لو كان الفنان مش متابع اللي بيجري في بلده. مصر النهاردة بفنها لازم ترجع رائدة، ولازم الفنان يكون فعلا قائد للأمة دي. بعد الفاصل أنا وزاد وجر شكل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبتشرفني في الاستوديو النهاردة الفنانة الجميلة نيلي كريم اللي مفروض نجر شكلها. ازيك يا زاد؟ كويس. اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيب وكل مشاهدينا طيبين. حزنتي ليه لما مبارك تنحى؟ لان الواحد مش عارف البلد كانت رايحة على فين يعني. بس ده سبب الحزن؟ لا، وعشرة طبعا. وبالتالي ما حزنتيش على مرسي على اساس ما كانش فيه عشرة سنة بس؟ لا، ما حزنتش. ما حزنتش؟ لا، ما حزنتش خالص. كنت حاسة قبل مبارك ما يرحل ان البلد في حالة غليان ولازم هذا النظام يمشي؟ انا شخصيا ما كنتش حاسة بصراحة. في فقر، في حاجات كتير، في مشاكل كتير. انا اتربيت في روسيا وعشت في روسيا فترة طويلة. الوالدة روسية؟ مامتي روسية. وبشوف فقر في كل حتة في العالم، يعني مش في مصر بس. في مشاكل كتير تانية، بس هناك يمكن الحاجة الوحيدة اللي تميز الفقير مثقف. هنا احنا عندنا المثقف فقير. المثقف فقير والجهل هو اللي مسيطر اكتر. طب ده ايام مبارك، ايام مرسي بقى كنت حاسه ان في ثوره هتيجي وتشيل؟ انا ساعتها بقى كل الناس كانت بتشتكي. بصراحه كل الناس كانت بتشتكي بما فيهم الفنانين. بس اوفر. وبعدين الناس كلها كانت بتقول يوم من ايامك يا حسني مبارك. يعني انا بتكلم على الطبقه برضو، عشان ايه؟ الناس. نعم. الناس البسيطه، الناس البسيطه قالت كده، والناس الفنانين والمثقفين قالوا كده. في وفي يعني فيه طبعا في وفي، وكل واحد حر في رايه يعني. روايه ذات لصنع الله ابراهيم الروائي المبدع الكبير، قريتيها كروايه قبل ما تقريها كسيناريو؟ اول حاجه قريتها الروايه، وبعد كده السيناريو. كامله كلمتني على اساس ان في مسلسل، المسلسل اسمه ذات، وقالت لي ان دي روايه وانا عايزاكي تقري الروايه الاول. يعني التسلسل حصل كده يعني. انا مش من الناس اللي هو في حاجه عجباني فانا عايزه الروايه دي تتعمل فيلم او مسلسل. لسه ما وصلتش للمرحله دي. نيلي كريم راح جامعه عين شمس علشان تصور مشاهد من مسلسل ذات. الطلبه او بعض الطلبه طردوها من الجامعه علشان كانت لابسه ملابس مثيره. هو ما كانش كده. احكي لي. لا، هو الموضوع كان اول يوم تصوير لينا في الجامعه، جامعه الهندسه، كليه الهندسه، جامعه عين شمس. فكنا بنصور عادي، كنا هناك من 5 الصبح، فكنا بنصور. وانا بعد التصوير لما المشهد بتاعي يخلص كنت اروح الاوضه واقعد. بعد كده لقيت في حد، البنت اللي معايا المساعده، جت قالت لي يا مدام فركش. قلت لها ليه؟ في ايه؟ احنا لسه ما خلصناش الشغل. قالت لي لا، ده حصل مشاكل وفي ناس جت وقالت ان مش عايزين احنا نصور هنا وكده. فلما طلعت بره عرفت بقى الموضوع، ان في بعض الشباب من الجامعه اللي هم اخوان مش عاجبهم اللبس ومش عاجبهم ان بيصوروا في الجامعه. كنت لابسه اللبس اللي هو في المسلسل في السبعينات.
اللبس اللي انا طالعه بيه يعني دلوقتي. لا يعني هي الميني جيب الشرعي يعني اللي هي فوق الركبه، وخصوصا زاد شخصيه زاد كمان، هي ما كانتش بتلبس قصير بالعكس. خفتي؟ انا ما خفتش لسبب، لانه عقبال ما انا طلعت اسال الموضوع ايه، لقيت فيه شابين عايزين يتصوروا معايا وبيضحكوا بيقولوا ممكن نتصور معاكي، فقلت لهم اتفضلوا. فانا بتصور معاهم حد كان معدي فقال لهم مش انتوا اللي طردتونا من يعني هم اعترضوا جايين يتصوروا معاكم ومش عايزيننا نصور هنا، فبتتصوروا معانا ليه بقى؟ فهم قالوا احنا حرين، فتصوروا معايا الصوره وكانوا بيضحكوا واخدين الموضوع هزار، وبعد كده مشي. وده اللي حصل بالظبط. بتتحفظي على كثره المسلسلات في رمضان؟ هو معروف ان رمضان كل سنه بيبقى فيه مسلسلات كتير، يعني السنه اللي فاتت كان في حاجه و60 مسلسل بتهيألي، السنه دي احنا اقل بكتير. يعني مسلسل زاد قعد تقريبا 3 سنين يتصور، هو تحضير يعني، لكن تحضير. مش يتصور 3 سنين. اتصور في قد ايه؟ احنا صورنا تقريبا هو 6 شهور بس، يعني كانوا متقاطعين يعني مش مره واحده. اتشاف المسلسل نجح؟ الحمد لله. اه شايفاه رد فعل يعني شايفاه المسلسل رقم واحد النهارده في رمضان؟ انا اهم حاجه بالنسبه لي نجح، لكن هو رقم كام مش انا اللي اقيم. ايه اللي بيحدد ده كفنانه ان ده الجمهور طبعا آه. الجمهور هو اللي بيحدد هو حابب ايه يعني، وكل واحد بيبقى عنده يعني ذوق معين. ليه ما شفناش نيلي كريم في اي مظاهره او راي ضد حكم الاخوان السنه اللي فاتت؟ انا نزلت 30/6. نزلت 30/6 اليوم الوحيد ده ولا بعد كده استمريتي؟ لا نزلت يوم 30/6. شايفه 30/6 ثوره ولا انقلاب عسكري؟ ثوره. ثوره هي الثوره ولا 25 يناير؟ 30/6. انا 25 يناير شايفاها ايه؟ 25 يناير شايفاها ثوره، بس هي تاهت في السكه يعني لحد 30/6. يعني 30 يونيو تصحيح ليها بالنسبه لي. اه كانت حاسه انها جايه 30/6 دي؟ هو كان حلم. ما كنتيش مصدقه صح؟ اه ما كنتش مصدقه بصراحه. مضيت استمر التمرد؟ اكيد. كنت متواصله مع مين من الفنانين والفنانات وتقول لهم يلا عايزين ننزل ميدان التحرير، ولا انت نزلت لوحدك؟ لا انا نزلت مع اصحابي برضه يعني البنات. اصدقاء بس من خارج الوسط الفني؟ من خارج الوسط وفي الوسط. كان في آراء طلعت في مجلس الشورى وفي البرلمان بترى أن فن الباليه حرام شرعاً. وأنتِ قاعدة بتتفرجي كده في الشاشة ولقيتي نواب البرلمان بيقولي كده. كان رد فعلك إيه؟ كان ردي إيه؟ كان ردي إن الناس دي بتتكلم يعني ابتدوا بالباليه وهينهوا أكيد بأغاني أم كلثوم. أنتِ رأيك إيه في فن الباليه؟ فن راقي. فن كلاسيكي قديم. وانا شايفه ان فرقه باليه اوبرا القاهره الفرقه الوحيده اللي موجوده في الوطن العربي كله، ودار الاوبرا المصريه احنا اللي ابتديناها يعني اساسا من ايام خديوي اسماعيل، فمصر دايما الرائده في الفنون في كل حاجه. غلطه عمر نيلي كريم الزواج المبكر؟ غلطه عمري؟ لا ما اقدرش اقول كده يعني. لا كل اتجوزت صغيره قوي؟ اتجوزت. كام سنه؟ مش مهم بقى، كانت كنت صغيرة يعني. فده اعتبرتيها غلطة ليكي كإنسانة ولا كفنانة؟ ما كنتيش تحبي تتجوزي بدري؟ لا مش فنانة خالص يعني. أنا كإنسانة ما حبيتيش تتجوزي؟ لا هي فكرة الجواز البدري غلط عامة. أفضل سن للجواز بنوتة إيه؟ للجواز تبقى كام سنة؟ يعني أنا رأيي 26 25 كده يعني. يبقى عندها خبرة، يبقى في شخصية، بس شخصية اتكونت يعني، واحد يبقى عارف هو عايز إيه. انت برضو تحفظتي او بتتحفظي على الزواج بين الفنانين؟ لا خالص يعني عادي، كل واحد حر يعني، بتبقى نصيب يعني في الاخر. كنت شايفه مصير الفن رايح فين في عهد الاخوان؟ كان عندي امل دايما موجود، ما كنتش بقى يعني، كان عندي امل دايما المبدعين موجودين والفنانين موجودين وهنفضل نقول راينا برضو. كنت حاسه ان الفن ممكن يتاخون؟ كان في حتة خوف كده، بس برضو لما أبص على الناس اللي حواليا والكتاب والنخبة الفنية اللي موجودة المحترمة، دايما كنت بقول لا مش ممكن. كان في خلايا نائمة في الفن؟ خلايا نائمة بمعنى؟ للإخوان داخل قطاع التمثيل والفن؟ لا يعني معايا أنا شخصيا ما حصلش، معرفش يمكن فيه، بس في مواقف صادمة فاجئتك زي مثلا نقيب الممثلين لما راح زار المرشد؟
لا يعني ساعتها كان كنا بنقول عشان الحكومه الجديده بقى وبتاع، فواحد بيجس النبض بنشوف ايه اللي بيحصل. بس بعد 25 يناير ولا بعد 30/6 نيللي كريم ابتدت تتابع الاحداث السياسيه؟ لا قبل 30/6 ابتديت تتابعي؟ يعني 25 يناير وما بعدها؟ لا يعني بعد 25 يناير في فترة السنتين دول بيتهيألي الشعب المصري كله كان بيتابع الأحداث السياسية اللي بيحصل في البلد، لأن بقت تخصنا بقى كل انتخابات وكل يعني بقينا مهتمين كلنا بالسياسة، بيتهيألي مصر كلها القنوات الفضائية الأخبار بقى فيها أكتر من الفن يعني والمذيعين. بتتابع برامج التوك شو كل يوم؟ تقريبا يعني تقريبا كل يوم يعني اكيد بتابع، عايز اشوف البلد بيحصل فيها ايه. ايه رايك في الحكومه الجديده بتاعت الدكتور الببلاوي؟ انا بقول برضو ان هي حكومه مؤقته الى حد ما، وبالتالي وبالتالي خلينا نصبر شويه يعني. ما لاحظتيش انها معظم وزرائها سنهم كبير وان الثوره دي ثوره شباب فكان لازم يكون في شباب؟ انا مع يعني انا فاهمه الموضوع ده، بس بقول يمكن الست شهور اللي احنا فيهم دول محتاجين بس ناس عندها خبره. ف والشباب جايين بقى في بعد الست شهور الجداد برضو يعني عندي الفنان لازم يشتبك مع الواقع بتاع مجتمعه السياسي والاقتصادي، ولا يقفل على نفسه كده ويبقى في شرنقه عالمه الخاص بيه؟ لا انا بتابع برضو بشوف اللي بيحصل يعني، ما احبش اعيش في كوكب اخر يعني. لان ده اللي انت عملتيه في 25 يناير فوجئت بثوره بصراحه. لكن دلوقتي استفدت من الدرس؟ استفدت اكيد، عايزه اشوف احوال البلد الناس رايحه على فين يعني. فكرتي مره تعتزلي او تتحجبي او تهاجري في السنه اللي فاتت؟ لا ما فكرتش خالص خالص. نيلي كريم ناويه تعتزل الفن ولا مواصله؟ لا يعني اصل موضوع اعتزل الفن ممكن يحصل في وقت مش هلاقي مثلا حاجه اقدر اعملها، عمل فني أو كويس او عمل فني. بس هو السؤال امتى الفنان يعتزل يا نيلي؟ انا بيتهيألي الفنان كل وقت وفي كل سن ممكن يلاقي حاجه يعني لو هو بيحب يعني ممكن اعتزل التمثيل مثلا، بس ممكن هكون في الفن برضو موجوده بس بشكل مختلف يعني. تبقي ايه؟ مخرجه مثلا؟ مثلا بحب الاخراج جدا يعني. بس في فنانين اعتزلوا وهم في القمه، ليلى مراد، محمد عبد الوهاب يعني. والله كل شيء جايز، انا ما اعرفش بكره هيحصل ايه يعني حقيقي. ما واحد مطمنه لمستقبل البلد القادم ولا خايفه؟ قلقانه بس في امل يعني، قلقانه بس حاسه ان ان شاء الله خير. نيلي كريم الفنانه شايفه اكبر ازمه في مصر النهارده ايه؟ الجهل. الجهل ده ودانا في داهيه؟ اكيد. سببه ايه؟ سببه طبعا التعليم والفقر. عدم التعليم والفقر يعني، حتى برضو لما الواحد يبقى فقير بس متعلم هتفرق شويه، هتفرق على يعني بدايه العراق. خروج مصر من ازمتها نهتم بالتعليم وبالتالي نقضي على الجهل. صح يعني انا ده رايي يعني. ايه اعظم حاجه في مصر شايفاها النهارده؟ الشعب المصري. الشعب المصري سابق القوى السياسيه مش كده نيلي؟ يعني انا حاسه عنده نضوج وبيفهم بسرعه وشعب طيب. تحب اقول لك النهارده ذات ولا نيلي ولا ليكي اسم تاني احنا ما نعرفوش؟ لا قول لي، ما اعرفش اللي تشوفه يعني. انت اسمك ايه اساسا؟ انا اسمي نيلي الحقيقي. نيلي ده الاسم الحقيقي؟ ما اتغيرش؟ لا. فقرتنا الاولى مع الفنانه نيلي كريم انتهت. أهم حاجة قالت فيها إنها ما كانتش مهتمية بالسياسة قبل 25 يناير، لكن لما الشباب نزلوا في 25 يناير ابتدت تهتم وتقرا، ونتمنى إن كل فنانين مصر يكونوا على هذا المستوى. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه متواصلين مع الفنانه نيلي كريم، بنجدد التحيه لحضراتكم وليها. كل سنه وانت طيبه يا نيلي. وانت طيب. الفقره الثانيه عدد من الاسماء وعايز تعليق قصير عليها. الفريق عبد الفتاح السيسي، فريق اول عبد الفتاح السيسي. كلمه. احلى تحيه. محمد مرسي. ربنا معاه اقول له ايه. صفوت حجازي. يعني رحمه على راحه ولا ايه؟ مش عارفه. الدكتور محمد البرادعي.
بتمنى له الخير يعني ان شاء الله. طب حسني مبارك؟ ربنا يديله الصحه. زعلانه انه مشي برضه لسه؟ انا بقول ربنا يديله الصحه، ما تسالش بقى اكتر من كده. طيب. في اللي بعد عادل امام نجم النجوم يعني حبيب قلبي. هاني سلامه اقول له مبروك على مسلسل الداعيه و والتلفزيون نور. كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز انبسطت جدا ان انا اشتغلت معاه في فيلم الفيل الازرق، ونفسي بقى نتفرج على الفيلم. محمد منير. بحب النوبه قوي. بحب محمد منير. حركه تمر. رجال. حمدين صباحي. هقول له ربنا معاك. صوتك كان راح لمين في الانتخابات اللي فاتت؟ صوتي في الانتخابات الرئاسيه. المرحله الاولى نزلت ولا نزلت؟ المرحله الاولى نزلت. اديتي مين؟ عمرو موسى. وفي الثانيه؟ احمد شفيق. عمنا مفتوح. انا مش عارفه لحد دلوقتي هو مين بالظبط. وزير الثقافه السابق علاء عبد العزيز. لا تعليق. لا تعليق. حازم صلاح ابو اسماعيل. مش عارفه اقول له ايه ده. الصحافة الفنية. الصحافة الفنية ساعات بتبقى صفرة وساعات بتبقى بيضة. خالد صالح. خالد صالح فنان جميل، وحبيت جدا شغله في رمضان في المسلسل فرعون، اتفرجت عليه وتابعته. طب خالد الصاوي. خالد الصاوي آخر حاجة اشتغلت معاه في فيلم الفيل الأزرق. فنان موهوب جدا، بعشق شغله. ومستنيه اتفرج على الفيلم عشان اشوف خالد الصاوي عمل ايه. خالد يوسف المخرج. خالد يوسف بحب شغله قوي، ومبسوطه جدا ان انا اشتغلت معاه في فيلم انت عمري، وبعتبر ان الفيلم ده كان نقله بالنسبه لي. إيناس عبد الداي اللي كان رئيسه الاوبرا واللي كانت مرشحه وزيره الثقافه. إيناس عبد الداي صديقه وزميله في دار الاوبرا المصريه، وفنانه مبدعه ومن الناس المحترمة جدا، وأنا فرحت لما هي مسكت دار الأوبرا المصرية، وحزنت لما اتشالت، وفرحت تاني لما رجعت تاني. فأنا بقول إن شاء الله في الحكومة الجديدة إن شاء الله يعني ليها نصيب كبير. صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق. أقوله إيه ده؟ مش عارف. قولي أقوله إيه؟ انطباعك ايه؟ بقول ان التلفزيون المصري الفترة دي كان ما فيهوش الحرية. لو فكرت تهاجري تروحي فين؟ روسيا ولا اي بلد تاني؟ اروح الجونة. الجونة؟ هتهاجر نيلي كريم من الجيزة للجونة. يلا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نواصل مع ضيفتي الفنانة نيلي كريم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي اللي قررت تهاجر من الجيزه للجونه، جوه مصر بالمناسبه. الجونه اوعى تفكروها بلد اجنبي، انا فكرت هتروح روسيا بلد المنشا يعني. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. دلوقتي الفقره دي سؤال وتحتيه ثلاث اختيارات، لازم تختار اختيار واحد من الثلاث. مفيش لا تعليق في الثلاث. ولا تعليق ولا غيره. انت هتدبسني على لو الاخوان استمروا في الحكم. نيلي كريم كانت هتمثل بالحجاب، هتعتزل، هتمشي حالك، تتأقلم يعني. غالبا همشي حالي يعني عشان اقول رايي. نيلي كريم بعد 5 سنين من النهارده هتبقى ممثله فنانه باليه بتربي الولاد في البيت. استعين بصديق. ايه مين الصديق؟ لا يعني همثل يعني. هتمثل، هتظلي ممثله يعني لو ليا نصيب يعني. لو ماليش نصيب. مش عايز تقعدي كده مع العيال في البيت؟ لا ما انا بقعد معاهم. تقعدي معاهم؟ طبعا. ولا كله متساب للشغالين؟ لا لا بقعد معاهم. الدراما التلفزيونية تألقت بسبب دخول مخرج السينما للمجال خوفا من سحب الدراما التركية للبساط، علشان السينما وقعت السنتين اللي فاتوا. متهيألي السينما وقعت السنتين اللي فاتوا احساسي. طيب علاقة الفنان بالسياسة يا نيلي، علاقة مباشرة ولا علاقة سطحية ولا مفيش علاقة؟ الفنان بيتأثر بالسياسة؟ لا مباشرة. ولا مباشرة. علاقة مباشرة. هي بقت مباشرة بعد 25 عشان نزلت. لو اتعرض عليكي دور في ممثلة قبلك رفضته، بتقبليه
ولا بترفضيه ولا بتفكري؟ لا اقبله، هو مش شرط يعني. مفيش مشكله يعني؟ لا مفيش مشكله. تفضلي اكتر الشغل مع مين؟ كامله ابو ذكري، خالد يوسف، خيري بشاره؟ انا كامله بحبها، بس كاملة. بحب استاذ خيري برضه وخالد. قلنا اختيار واحد. كامله عشان كامله على جنب برضه وست طبعا. مين مخرج الثوره؟ خالد يوسف، كامله ابو ذكري، امير رمسيس؟ اصل انت بسؤال صعب. سؤال صعب. الثلاثه كل واحد هيعبر بطريقته. لو انتخابات الرئاسه اتعادت تاني هتنتخب احمد شفيق، عبد المنعم والفتوح، حمدين صباحي، تختاري مين؟ احمد شفيق. معتصم ربعه، غلابه، مخدوعين، ماجورين؟ مخدوعين. مخدوعين. كل سنه وانت طيبه. ايه ده خلاص؟ خلاص خلاص اهو مروح. لا بس جري شكل جري شكل بتاعك ناعم قوي. شفتي؟ خفيف خفيف. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. رمضان كريم. الله اكرم. انتهت حلقتنا النهارده مع نيللي كريم. كل سنه وانتم طيبين ومصر دايما بخير.